السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا أحث نفسي وإخواني على الإكثار من ذكر الله، سامعا مطيعا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، ترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات وتنخنس الشياطين. فضلا عن ذلك، فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه، وكذلك لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك لا يفوتني أن نقدم الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا ووقتا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا لإخواني المتابعين والأخوات المتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ محمد ابن عبد المنعم يسأل: هل المبدل لحكم صريح من أحكام الله في القرآن يعد كافرا؟ الذي يغير، عفوا، المبدل لحكم من أحكام الله، ما صورة هذا التبديل؟ لأنه لا بد من التفصيل في هذا. مثلا الله أمر أن نحكم بالعدل فحكم بالباطل، لا يكون كافرا. لكن إذا غير في القرآن وقال والسارق والسارقة فاسجنوهما، يكفر، لا ريب في هذا. لكن وضح سؤالك بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حكم التخضيب بالسواد للشباب، تلك مسألة فيها خلاف يا أبا فاطمة، والذي ورد فيها الأحاديث حديثان: حديث أبي بكر، أبي قحافة والد أبي بكر، وكان كبير السن جدا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالثغامة من شدة البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب. وردت لفظة شاذة: وجنبوه السواد. أراها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في معرض المنع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. إلا أن هذا الخبر المتأمل فيه يبدو أن الصبغ بالسواد ليس هو سبب المنع من دخول الجنة، إنما هذه سيما هؤلاء القوم. على أي حال، هذا يفيد الكراهية. ومن العلماء من يفرق بين الشاب والشيخ الكبير ويقول إن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر كانوا يصبغون بالسواد. فالأحوط البعد، الأحوط فقط. لي صديق يتبع التصوف، ونصحته مرارا وبينت له بالحديث الصحيح والدليل الصحيح، إلا أنه أصر على أن يكون من التصوف الراقصة. هل أهجره؟ لك أن تهجره إذا رأيت أن المصلحة في ذلك، وإذا رأيت أنه سيزداد فسادا لك أن تقلل الفساد قدر استطاعتك. أحمد أبو الربي: هل ستحقق كتب السنن؟ هذا أمر ليس في وسعي الآن ولا يسمح به الوقت. نجلاء الديب تسأل عن حكم كشف الكفين مع لبس النقاب. المرأة عورة عموما يا أختي نجلاء، غطي يديك. الذي يقول بتسوية الذكر بالأنثى في الميراث جاحدا لأحكام الله، إذا كان جاحدا يكفر، إذا كان متأولا فهو ضال مضل. حكما فاتته صلاة الصبح بماذا يبدأ؟ هل بركعته السنة أم الفريضة؟ بالسنة إن شاء، لأن السنة سنة. يا إخواني، إما أسألة تسوية الرجل بالمرأة في الميراث، هذا ضلال عياذا بالله من هذا الكفر والضلال. إيهاب:
هل يدخل ضمن الحرب خدعة أن يعيش الرجل مع العدو ويأكل أكلهم ويفعل بعض المحرمات لاستخراج المحرمات عنهم المعلومات عنهم؟ لا تفعل المحرمات، يعني تسرق تزني أو تزني عياذا بالله، لا يجوز لك ذلك. حنان وبارك الله فيك. يمن الخير، هل حديث الصحابي سواد الذي اقتص من النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضربه لتسوية الصفوف صحيح؟ أعرفه ضعيفا، لكن في الباب حديث سيد بن حضير وهو مثل هذا الخبر. حكم ضياع صلاة الوقت من وقتها في وقتها، إذا كنت متعمدا فأنت مرتكب لكبيرة متوعد بالويل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. محمد فوزي، لا تفعل. هل هناك زكاة مال على ذهب الزينة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة. راقي وفقك الله. تنازل شخص عن حقه لأخيه في ممتلكات كثيرة، هو والذي فعل، هل يجوز التصرف في مال التركة قبل تقسيمه على الورثة؟ الذي أعطى كل أعطى أخاه جزءا كبيرا، ينظر في أحواله. لا، سؤال مجمل. طلقت أو نسيم طلقت طلقة واحدة ونريد الرجوع، كيف ذلك؟ إذا كنت لم تزالي في العدة وكان الطلاق رجعيا ليس بائنا، فله أن يقول راجعتك ويشهد اثنين فقط. أما إن كان الطلاق بائنا أو كانت العدة قد انقضت، فلا بد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. بارك الله فيك. حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا باطل موضوع. حديث بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألي السؤال: خلال من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، هل هذه تقال لكل متمذهب؟ هذا باب آخر يا محيي. حكم استعمال جرس الطيب، لا بأس. إذا أدت الأم لابنها مالا في يوم ميلاده يستعمله، لا بأس. يقول زياد بن عبيد من تونس: أسأل عن القانون الذي يعرض للمصادقة في تونس، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. ومن يبدلون أحكام الله ويضعون قوانين يسوون فيها الرجل بالميراث، إذا استحلوا ذلك فهم كفار، استحلوا ذلك فهم كفار. فننصح أهل الإسلام في تونس أن يتقوا الله ربهم، وإلا فصنيعهم منذر بنزول العذاب عليهم إذا بدلوا نعمة الله القرآن كفرا، سيحل قومهم دار البوار عياذا بالله. فنهيب بكل مسلم يعيش في هذه الدولة تونس أن لا يوافق أبدا على هذا القانون الباطل الذي وضعه أهل الضلال في بلادهم من المجرمين العلمانيين وغيرهم. العلمانيون المجرمون يضعون قوانين تخالف ما شرع الله ورسوله. فعليكم يا أهل الإسلام، كبارا كنتم أم صغارا، رجالا كنتم أو نساء، تنكروا على هؤلاء المجرمين من العلمانيين الذين يفسدون في الأرض ويبغونها عوجا، وإلا فكما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عدة المرأة المختلعة من رجل مفقود، قولان لأهل العلم. قول الجمهور أنها تعتد بثلاث حيضات كالمطلقة، وقول آخر لعثمان أنها تعتد بحيضة واحدة، والله أعلم. رجل يسب الدين، هل يلزم على امرأته المفارقة؟ إذا لم يتب من هذا السب فارقته.
يقول: ما حكم الدين، ما الحكم في الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي بقول عن طريق ذبح لمن وعلى اسم من؟ إذا كنت تذبح على اسم الله وتتصدق مثلا الأمر أهون بعض الشيء، لكن أيضا هذه الصورة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لأخي: لو فعلت ذلك يا أخي فزوجتي طالق، طلاق معلق، أختار أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع. رجل يمتلك أرضا أو سيارة فعرضها للبيع وظل العرض زمنا، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا كان تاجرا في الأراضي. آلمني رؤية طالبات من الأزهر ينظفن الكنيسة، هل هذا من البر؟ نظفنا الكنيسة؟ ما أدري ما أقول في هؤلاء الطالبات، أتمنى من الله أن يصرفهن عن هذا وأن ينظفوا بيوت الله، أما ينظفوا الأماكن التي فيها الوثنيات، عياذا بالله من الوثنيات. صحة حديث صلوا قبل المغرب لمن شاء ثابت صحيح. حكم العمل في الضرائب العقارية يكره. يسأل عن تجديد الخطاب الديني، أجبنا مرارا أننا لا ندري ما مرادهم بتجديد الخطاب الديني حتى يعطى الحكم الموائم له، فلا تلتفت إلا إذا عرفت ما المراد بتجديد الخطاب الديني. هل المراد بتجديد الخطاب الديني أن نجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل من تجديد الخطاب الديني أن نجعل الكافر الذي يقول إن الله له ولد يتساوى مع الذي يقول قل هو الله أحد؟ هل من تجديد الخطاب الديني التبرج؟ هل من تجديد الخطاب الديني الربا وقبول الربا؟ ما المراد بتجديد الخطاب الديني؟ لابد أن يوضح حتى يعطى الحكم. سالم قاب الله الصاوي: هل قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية كافية؟ قراءة الإمام قراءة لمن خلفه عند جمهور العلماء. امرأة عندها 4 أولاد وتريد أن تتزوج من شاب عنده 30 سنة، يعني هي مطلقة ولا أرملة ولا إيش؟ على كل إن الزواج حلال، لا غبار عليه إذا تزوجت في الحلال. هل يجوز أن يتحدث الرجل إلى فتاة يريد خطبتها في الهاتف قبل الخطوبة؟ هل تعد المهاتفة خلوة؟ لا تعد خلوة، ولكن اتقوا الله وأتوا البيوت من أبوابها. أجبنا مرارا عن حكم تعلم المقامات الموسيقية أن هذا لم يرد. هل يجوز إخراج صدقة على المرتب الذي فيه تقصير يعني في العمل؟ يجوز، لن يمنعك أحد من الصدقة. حكم التقسيط المنتهي بالتملك الإيجار، إذا كان إيجار منتهي بالتمليك لا يجوز. وعليكم السلام يا كريم وحفظك الله. رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ولا يصلي ولا ينكرها، هل يصلى عليه عند وفاته؟ نعم يصلى عليه عند وفاته، وإن ترك فريق من العلماء الصلاة عليه زجرا لأمثاله فلا بأس بذلك. متى أفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة أو بدل آية رحمة بآية عذاب؟ بارك الله فيك الأخ الرفيق، من رفيق الله به. يقول السائل: ما صحة حديث الجهاد ماض إلى يوم القيامة؟ الحديث له طرق يصحح بها. ما حكم من يخرج إلى السوق وهو على جنابة ويأكل ويشرب وهو على جنابة؟ لا بأس بذلك وإن كان التطهر أفضل. أما حديث أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فزيادة شاذة. والصواب أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. أصلي طيلة حياتي بدون دعاء افتتاح الصلاة، الصلاة صحيحة؟ هل ورد حديث
في مسك الطهارة. كيف مسك الطهارة؟ جبريل الإسلام لنا شرح للباعث الحثيث موجود والحمد لله. أعمل في معمل التحليل ويأتي الطعام والأواني بكثرة ويتحلل القليل ويبقى الكثير، يوزع على من بالمعمل، وأحيانا تباع الأدوات أو الطعام ونأخذ أموالا. هل يجوز هذا أم نتعفف؟ إذا كان زملاؤك الذين يذهبون لأخذ العينات يفترون ويأخذون أكبر من القدر الذي يسمح بتحليله فلا تأكله، وتصدق بالقيمة بارك الله فيك. هل يجوز شراء أسهم في مراكز التجميل بالليزر؟ إلى الآن لا أعلم مانعا، ودعني أيضا أسأل الممارسين للمهنة لعل هناك أشياء تخفى علينا. اسكندر، ما حكم أن يقرأ على جبناك؟ هل تجوز كلمة جمعة مباركة؟ إن سألتها الورطة عن الرسول لم ترد. بهذا أجتزئ في هذا السؤال. حكم من يعمل قناة على اليوتيوب وينشر شيئا مفيدا ويتقاضى أموالا من أصحاب المواقع، لا بأس له بذلك. ليس شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. صحيح. ما حسن الخلق؟ حسن الخلق أن تكون كريما، أن تكون رفيقا بالعباد لغير ذلك. يقول البث غير منتظم، اسكندر يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين وكتبت له حج عمرة تم ضعيف جدا. أيهما أفضل للميت، قراءة القرآن أم الدعاء؟ الدعاء له هو الذي ورد به النص. ما معنى أهل السنة والجماعة؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقع الطلاق بالمحمول؟ نعم يقع الطلاق بالمحمول. يسأل عن شرح الباعث صوتي، وأيضا موجود كتاب في ذلك، وكل كتاب الباعث الحثيث ولي تعليقات عليه نشرته دار ابن رجب بمدينة المنصورة. صلاة التسبيح الحديث الوارد فيها ضعيف. صليت الفجر في الصباح أي بعد وقته، هل أصلي سنة؟ لا بأس. مجلس الوزراء يقرض الناس تمويلا لمشاريعهم الصغيرة مثل ورشة مصنع صغير، تقدم له أسعار الماكينات وهو يشتريها لك، لو سعرها 250 يأخذ فائدة 5%. لا يجوز. حكم بيع المستحضرات التجميلية للمتبرجات؟ عموما بيع المستحضرات التجميل للنساء جائز، والإثم على من يستعمله في الشر. قد كان الذهب على عهد رسول الله يباع ويشترى، ومن النسوة من كانت تتبرج بالذهب ومنها من لم تكن تتبرج. هل يجوز إنفاق أموال الربا على طالب علم؟ أنصحك إلا تقبل يا طالب العلم إذا علمت ذلك، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. الأفضل لصلاة الفجر وقت الأذان أم بعده بنصف ساعة؟ بعده بربع ساعة معقول. أحمد، هل التائب من ترك الصلاة يقضي ما عليه؟ نعم يقضي ما عليه. رجل عليه صيام يومين أفطر فيها من رمضان 2013، عليه الإعادة إلا إذا كان أفطر بجماع، فيلزمه إذا كان أفطر بجماع أن يصوم عن كل يوم من شهرين متتابعين. بارك الله فيك يا ابن المبارك، وأنت طبيب مسلم، أسأل الله أن يجري الشفاء على أيديك. هل المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء؟ لا تجبان. قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله
الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل يحق للمرأة أن تخلع زوجها من إذا كان لا ينجب لها ذلك؟ حكم كشف القدم في الصلاة جائز، عفوا الصلاة تصح، الصلاة تصح. ما رأيكم في القصر في الصلاة؟ مستحب للمسافر. وعافاك يا ثامر. يقول: الصلاة على كرسي للمرض ينقص الأجر؟ إذا كنت مريضا لا تستطيع القيام فاعلم أن الله كريم وأجرك تام إن شاء الله. حكم عقد شركة الكهرباء والماء إذا اشتمل على غرامة في حال تأخير سداد الفواتير. أنت مضطر وكلنا مضطرون لهذا. فتح القاضي: رجل قبل في نهار رمضان، القبلة جائزة في نهار رمضان، أما إذا أمنى فالصلاة فالصوم يبطل. محمد علوي يحفظك الله يا محمد، نسألك الدعاء. يسأل عن قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، هل كان قبل نزول الوحي على يوسف عليه السلام؟ أما متى نزل الوحي على يوسف في ذلك اختلاف بين العلماء، فمنهم من يقول هو في البئر إذ الله قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. السؤال: لو لم أمسك عن الطعام إلا بعد ربع ساعة تقريبا من الصلاة هل الصيام جائز؟ بعد ربع ساعة من الصلاة، يعني بعد صلاتك إذا استمريت في الأكل بعد الصلاة بلا شك أن الصوم باطل. كيف أبتعد عن التفكير في المحرمات؟ تدبر كتاب الله سبحانه. ما حكم تارك نفقة بنته وابنه ومقتدر ويسكن بجوارهم ولا يدفع حتى مصاريف مدرسة أو سكن أو طعام؟ يأثم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفسير الآية: هم أن يفعل المحرم أو هم حدثته نفسه بفعل شيء لكن تركه لوجه الله. هل يجوز وضع صور رسومات المنتقبات في الفيس؟ الأفضل عدم ذلك، وهذا الألزم والله أعلم. هل ثبت استفتاح الصلاة في دعاء الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا احتاج مراجعته إلا فقد ورد؟ حكم لعب الورق الكوتشينة أقل أحواله الكراهية. السجائر مضرة ولا ضرر ولا ضرار، والإضرار بالنفس حرام. الصور في البيت: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل يقضى الصيام عن الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ماذا يفعل الإمام الذي يبطل وضوءه أثناء الصلاة؟ ينصرف ويقدم شخصا يؤم الناس. حكم على المسح الجورب الخفيف، الجمهور لا يجوزونه. هل يجوز شراء سيارة بسيارة بدل مع دفع الفارق؟ يجوز. يقول: محتاج الكلام معنا في موضوع؟ لا بأس. حديث: لا تسيدوني في الصلاة لا أعلم له أصلا، لو نسيت فقلت بين السجدتين سبحان ربي الأعلى. الصلاة صحيحة. محامي اسمه كذا يضع شبهات على المسلمين، أمثاله كثيرون مضلون، والله سبحانه يقول: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هل نطمئن على الإسلام؟ الإسلام دين الله،
والله ناصر دينه بإذن الله، وناصر بإذن الله أولياء، وظننا بالله حسن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما الضابط في أن يكون الجمع يوم الصلاة للمسافر قبلي أو بعدي؟ الأمر واسع، تفعل ما تشاء. وإن كان من العلماء من يستحب جمع التأخير بصورة أكبر، هل يحق للمرأة أن تأخذ مهرها إذا خلعت زوجها؟ يا نضالة، تخرب بيته الآن. زوجتك قالت لك وأنت لست بمذنب في حقها أريد أن أختلع، وتأخذ كل الأصول، خربت بيتك الآن. هناك طلاق للضرر وهناك خلع. الطلاق للضرر إذا أثبتت الضرر لها حقها كاملا، الخلع أن تفتدي نفسها بالذي يتراضي عليه. كيف يخرج زكاة المال الذي يمر عليه الحول؟ إذا المال بلغ النصاب، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ألزم الشخص فيه بالزكاة، يخرج 2.5%. أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الرعد. قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا فما الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. أحتاج إلى إعادة نظر في سند الحديث الوارد بهذا. إن كان قد ورد حديث في قد ورد له سند يحسن به، لكن نحتاج إلى إعادة النظر في ذلك، فنظرة إلى ميسرة. حكم السفر للتنزه، المصيف أو الرحلات السياحية في بلدان العالم. إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة وعدم حضور مجالس الفساق فلا بأس. إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. ما هذا الكلام؟ لا أفهم معناه. هل تسبيحة واحدة في الركوع والسجود واجبة؟ أختار القول بالاستحباب. بارك الله فيك. ما حكم التصدق على رجل يدخن؟ إذا كان سيشتري بالمال دخان لا تتصدق عليه ولا تعاونه على الإثم والعدوان. هل يوجد أذان خاص بالمطر؟ نعم، لكن نفس الأذان لكن تقول مكان حي على الصلاة، صلوا في رحالكم، أو تقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هل يجب الغسل من بدون شهوة؟ هل يجب الغسل من بدون شهوة المنية أو المزي الذي يخرج بعد البول مباشرة؟ إذا كان منيا وللمني صفات وجب الغسل، إذا كان مزيا وجب الوضوء. نريد حلقة حول الولاء والبراء إن شاء الله بإذنك يا رب. كان له رخصة إفطار كسفر أو مرض فأتى زوجه الصائم، فهل من الكفارة؟ وكيف؟ كان له رخصة إفطار كسفر ومرض. مساعد على الإثم والعدوان إن أطاعته عليه الكفارة المغلظة. سيدة ورثت شقة عن أبيها وله 3، سؤال غير واضح عذرا. حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هل يقصد بالقوة في أخذ الحق؟ المؤمن قوي الإيمان وقوي البدن خير من المؤمن ضعيف الإيمان وضعيف البدن. أفضل طريقة لتحفيظ القرآن، اسأل المعلمين والمعلمات. زكاة المال عن بحل به بضاعة تبلغ النصاب تجب فيه الزكاة، إلا أن الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. اشتريت شقة بالتقسيط على مدى سنة، هل تجب عليها الزكاة؟ لا تجب.
إذا دعيت إلى ألمانيا للدعوة هل تأتي إذا وجهت إلينا دعوة وكان ثم استفادة؟ فإن شاء الله نذهب إلى حيث يستفاد بإذن الله. شكرا يا أكرم الحسين حفظك الله. زوجها أعطاها فلوس زكاة لإخراجها ولكن أخذتها بدون علمه لأنه يبقى علي وعلى أولادي في كثير من الأمور، لا يجوز لك ذلك. حكم توزيع ذبيحة العقيقة قبل سداد ثمنها ولم يسدد إلى الآن. تقسيم العقيقة قبل سداد ثمنها لا بأس. المميز أشكرك. هل توجد بنوك إسلامية في المغرب؟ لا أعلم. في أي سن تلزم البنت بلبس الحجاب إذا كانت تشتهى ويتأكد الحجاب بعد بلوغها؟ هل هناك أثر في أن عمر دفن ابنته حية؟ لا يثبت ذلك. الله يعافيك يا أخت ندى. هاني عنبر، هل هناك أثر أن حفص الشبكشي الزكاة جائزة على الابن فوق 18 سنة حيث أن الأب غير مكلف بالإنفاق عليه؟ هذا أحد الأقوال للعلماء. هل ثبت خبر بتحديد اسم الله الأعظم؟ سمعت شيخانا يقول أجمع بعض أهل العلم على أنه الله. الأخبار التي وردت في تعيين اسم الله الأعظم: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حديث معلول ولا أعلم حديثا ثابتا في اسم الله الأعظم. هذا وقد قال بعض جمهور العلماء أنه لفظ الجلالة الله، ليس إجماعا إنما قول الجمهور. نرجو إعادة النظر في توقيت البث بحيث يكون باكرا، نتمنى ذلك لكن يعوقنا فقط أن النت عندنا لا يحمل بالسهولة التي تتصورها، فعنمك ساعة أمام الشاشة ننتظر إصلاح النت إلى أن يصلحه الله، وإن شاء الله نصيحتك معمول بها قدر الاستطاعة إن شاء الله. عندنا في مدينتنا أهل الميت يصنعون الطعام للضيوف من أهل البلد، فما الحكم؟ هذا يشق على أهل الميت ويكره. أما إن صنعوا طعاما للأضياف الوافدين فلا بأس، أما أهل الميت يصنعون لأهل البلد طعاما عكسوا القصة. صنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم وإن كان فيه مقال لكن عليه العمل. رجل أسباني غير مسلم عنده ضيعة فلاحية، قطفت له الزيتون وعصرت مقابل نصف منتوج الزيت، هل حقي من الزيت عليه الزكاة قبل أن يحول عليه الحول؟ لا. أريد شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي، كل البنوك سواء. الرقيب أو تحية المسجد في ضيق وقت الإقامة في صلاة الفجر، مش فاهم سؤالك. يعني تحية المسجد مستحبة ليست واجبة. في كتاب في بداية المجتهد أسأل عن الأثر الذي سأل عمر وعثمان عندما تأخر عن صلاة الجمعة، هل هذا يستدل فيه على أن عمر لم يسأل عثمان ركعتي الجمعة قبل الجلوس؟ هاي لكنها موقوفات، يعني عمر ما قال له صلي أو لم يأمره عمر بصلاة تحية المسجد. كريم عثمان رجل يخرج كل شهر جزءا من راتبه صدقة ليجوز إعطاؤها أحد إخوته، كانت صدقة وهم أهل استحقاق جاز ذلك. ماذا يقدم اليدين أم الركبتين في السجود؟ الأمر واسع والأخبار غير ثابتة عن الرسول في هذا الصدد. هناك بند في القانون الألماني اسمه الربا المفروض عند فتح حساب، لم أفهم الربا المفروض.
كان الصحابة يقول اسم الربا المفروض أن فتح حساب بنك أو استئجار بيت أو شقة، ما حكمه؟ إذا كنت مضطرا جاز، وإلا فالبعد أسلم إذا لم تكن من أهل الاضطرار. بارك الله في الأخت ندى. صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة، قولان لأهل العلم والجمهور على المنع. ما الذي يقول حمادة صادق؟ ماذا يقول؟ ما أدري. عمل البنك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. إذا قلع رجل سنا هل يجب له دفن السن؟ لا يجب. هل يشترط 40 يوم عند النفاس؟ لا يشترط هذا. ولا حديث الوردة في أن أقصى مدة للنفاس 40 أو 60 كلها ضعيفة. والعمل أنه إذا انقطع الدم عن المرأة رأت الجفوف أو أنها رأت القصة البيضاء اغتسلت وصلت. أريد أن نسأل الله يسكننا وياك الفردوس. ممكن توضيح القرآنيين الذين من هم القرآنيون الذين ينشطون في مواقع التواصل؟ طائفة من أهل الضلال تدعي كذبا وزورا أنها تعمل بالقرآن فقط وليس لها دخل بالسنة، وكذبوا في ادعائهم، فلو عملوا بالقرآن لألزمهم القرآن باتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يطع الرسول فقد أطاع الله. كان من أكثر دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أحمد بن محمد، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الكليم موسى عليه السلام، قال الكليم موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هل ثبت حديث صح فيه تسمية ملك الموت بمنكر ونكير؟ ورد حديث كذلك لكن سنده منازع فيه وأجنح إلى تضعيفه. ما حكم رش الملح يوم السبوع؟ لا أعلم للملح هذا أي فضيلة في الشريعة، إلا أنه يوازن الطعام فقط، بدل ما يكون الطعام دلع يكون منضبط. أما أنه فضيلة بنص شرعي للملح وأن يطرد حسد أو هذا، كل هذا كلام لا دليل عليه. وعافاكم الله يا جنة الدنيا. يصلي ركعتين بعد الإقامة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هل لي أن أسأل زوجتي عن ميراثها من أبيها من أجل رفع مستوى معيشة أبنائنا؟ ليس لك ذلك وكن كريما يا أحمد بن شمس. ما عليك سرعة الغضب، تعوذ بالله والبعد عن مواطن الغضب. لو نزل دم نفاس بعد 40، إذا كان اللون لون دم النفاس فهو دم نفاس، إذا لم يكن كذلك فاغتسلي وصلي. موجود في القصيم ويريد الذهاب لأداء العمرة لجدته المتوفية، فليجوز بعد الانتهاء من عمرته المبيت والذهاب في اليوم التالي إلى التنعيم؟ لم يرد هذا، إنما يذهب إلى المدينة ويأتي بعمرة أخرى من المدينة. ما معنى قول الله تعالى: والتابعين غير الربة من الرجال؟ تابعين العبيد أو التابعين غير الربة من الرجال؟ العبيد الذين في البيوت أو الموالي الذين في البيوت من غير الربا من الرجال، ليست لهم في النساء حاجة. امرأة ارتكبت الفاحشة وحلفت على المصحف كاذبا خوفا من الطلاق، لا يجوز لها أن تحلف كاذبة، ويمكنها أن ترفض اليمين وتقول المدعي يثبت. ما حكم جمع صلاة الظهر والعصر وقت المطر؟ الحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف، لكن جوز هذا فريق من أهل العلم، ولعله يقوي رأيهم حديث ابن عباس العام، الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء، أو صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا سفر ولا مطر. قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. ساحة قصة اليهودي الذي كان يضع النفايات أمام منزل رسول الله، لا يصح هذا الخبر.
هل يجوز قيام الليل بعد الوتر؟ لك أن تصلي بعد الوتر إن شئت، إن لم تكن ناويا ذلك من الليل، يعني إن كنت ناوي أنك تصلي آخر الليل فاجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن أبا أنك لا تتوقع أنك تصلي آخر الليل فأوترت واستيقظت بعد، فلك أن تصلي ولكن لا توتر، لا وتران في ليلة. ماذا أفعل كي يلتزم بالصلاة؟ اسأل الله أن يوفقك وقل كما قال الخليل: رب اجعلني من قيم الصلاة ومن ذريتي. وكذلك فإنك تصادق الصالحين. هل في كتاب المستدرك للحاكم حديث موضوع؟ نعم، به حديث موضوع. بارك الله فيك يا ناجي، جمعنا الله بك في الفردوس. ما حكم من صلى الفجر ونام بعد أن صلى الفجر؟ هل يجب عليه أن يبقى مستيقظا للإشراك؟ لا يجب، إنما يستحب فقط. أذني تؤلمني من الوضوء بالماء، هل أتوضأ بدون غسل أذني؟ لك ذلك يا زينب. حديث: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. السند تبدو عليه علامات التحسين لكن به علة. ولم يكن النبي كلما أتى قبرا للمشركين قال أبشر بالنار. قد زار النبي قبر أمه ولم يبشرها بالنار. أريد الزواج من بنت ملتزمة لكن الأسرة عندي غير ملتزمة، هل أقدم على مثل هذا؟ أقدم على مثل هذا، لا تتزوج واحدة صيعة بارك الله فيك، ولا تتزوج واحدة متبرجة، تزوج امرأة صالحة، تزوج امرأة صالحة تقيم أمر الله. حكم الأخذ من اللحية: يؤخذ ما زاد على القوضة. هل تجوز زكاة للابن إذا كان بلغ واستقل بمعيشته وهو من أهل الاحتياج؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء؟ نعم، كان يحب الحلواء والعسل. جبريل ابن إسلام أين أنا اليوم؟ أنا في بلدي بارك الله فيك، في بيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياك في الفردوس. في بعض البلدان العربية المخالفات المرورية تتضاعف بمرور الوقت، هل هذا حلال؟ ليس بحلال، لكن ماذا نصنع؟ يعني الغرامة المرورية جاءت 500 ريال، يعني لم تسدد في شهر أصبحت 1000، كل هذا باطل، لكن أصل المخالفة جائز حتى ينضبط الناس. فوات البنوك حرام، متى تصلي المرأة الظهر يوم الجمعة؟ بمجرد دخول وقته. حكم المقابر المستحدثة اضطر إليها الناس، هل يجب على الكافر الختان؟ الكافر ادعو أولا إلى الإيمان. الله يعافيك يا أصلان. أبي يريد أن شراء عقد عمل لتجديد أوراق الإقامة في دولة أوروبية، وعند الانتهاء أصبح تقاضى مبلغا شهريا، هل يجوز لي؟ لا بأس، شو مشكلة. فقلت خذ من اللحية، هل فعل ذلك الرسول؟ لا، كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، هو أبو هريرة. أما الرسول لا، لم يثبت أنه أخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها. والحديث الوارد أنه كان يأخذ من عرض لحيته لا يثبت، ضعيف جدا. إنه مقيم في بلاد المهجر، ولماذا سميتها بلاد مهجر؟ قل بلاد الكفر لأنها بلاد كافرة. أجد صعوبة في تعليم أبناء التربية الإسلامية، ماذا أفعل؟ هم يرفضون تعليم الدين. اتق الله ما استطعت، الله يجعلها رؤية خير. زوجها لا يحترمها بالمرة ولا يحفظ السر، هل يجوز أن أنفصل علما بأن مشاكلهم معي كثيرة جدا؟ يجوز، ولكن الإصلاح قدر الاستطاعة. إن لبدنك عليك حقا، نشكركم على هذا والله يقوينا وإياكم. كتابنا الجامع العام في الفقه والأحكام ما زلت سائرا فيه والله المستعان. قال في جلسة مع أقربائه وأقارب زوجته: هي طالق دون وجودها الطلقة واقعة.
حكم تحية المسجد بين الأذان وإقامة المغرب لا بأس بذلك، استحب. الله يرزقك بالزوجة الصالحة يا مصطفى بن عامر. ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ؟ أرى الجواز. يقول: العسل فيه شفاء، حتى لو قال أطباء الأرض لمريض السكر لا تأكل عسل فإنهم مخطئون. أنا أقول طبعا العسل فيه شفاء للناس، لا يعني أنه فيه شفاء من كل الأمراض، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام نوع الأدوية، مرة أوصى بالحجامة، مرة كوى المريض، مرة أوصى بالحبة السوداء، في مرض موت قال: صبوا علي سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، فنوع. مرة أرسل الناس مع إبل الصدقة للشرب من أبوالها. فهناك فقه اسمه فقه الطب النبوي، ولي رسالة مصنفة في هذا الصدد، فقه الطب النبوي. الخطيب خطب خطبة جمعة واحدة وهو يعلم، إذا كان متأولا فالصلاة تصح، وإلا فبعض العلماء من الشافعية يبطل صلاته. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، اللي ماتت الأولى قبل أن تخلق أنت في بطن أم، قبل أن تخلق، والثانية إذا وافتك المنية بعد قضاء عمرك في الدنيا. أبي يريد أن أصرح له بكل ممتلكاتي، مع أنه لم يكن مخصوص إضافة أنني اشتريت منزل وكتبت في اسمي، ما حكم امتناع عن تصريح له بممتلكاتي؟ لا يلزم أن تقول للوالد كل ممتلكاتك، لا يلزم ذلك، من باب التوادد إذا كنت ترى فيه الود، في ذلك الود لا بأس. لكن عندما افترض أن الوالد أحمق أو معرفته ستضرك، فلا ضرر ولا ضرار. ما حكم تركيب الرموش؟ أراه وصلا. لختام التوفيق نسأل الله أن يفرج كربه وأن يكشف عنه كل ضر وكل مكروه. لا إله إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. زوجة إيطالية مسلمة تكبره سنا وله معها ولدان، فصارحها بالزواج بالثانية لأنها لا تقدر على الإنجاب، فطلب الطلاق منه. يفكر في ذلك لكن يحزنه فراق أولاده وخشيته أن ترتد عن الإسلام. سدد وقارب وأنت أبصر بنفسك. بعض الناس يكلمني في خطبة وأرد عليه بالإشارة، لا تكلمه، لا ترد عليه، إن أشرت لا بس، يعني اسكت مثلا. إن شاء الله نعمل حلقة حول الولاء والبراءة بإذن الله، ييسر الله قريبا. هل نقول كما يقول المؤذن إذا كان المؤذن هو المحمول، مع العلم أن المساجد عندنا؟ نعم، قل مثل ما يقول. رجل قال لزوجتي: علي الطلاق لو ذهبت فأنت محرم عليك، زي أمي وأختي، كفارة ظهار. بهذا القدر أجتزئ، سيلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وحسن مراقبته، وبالإكثار من العمل الصالح، والإكثار من ذكر الله،
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كما أوصي نفسي وإخواني بالعمل بكتاب الله والاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، وكذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ختاما أشكر الله ثم أصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. جمعنا الله إياكم في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.